نيوتن، فيري جود، تمام تمام طيب احنا لو انا عندي مثلا a piece of rock زي كده قدامي، اوكي ال piece of rock ديت موجوده on the ground، اوكي ال piece of rock ديت ممكن تتحرك من مكانها لو احنا ما جاناش جنبها، يعني لو ما فيش اي فورس اكت على الروك دي هي اللي ممكن تتحرك من نفسها. يبقى انا لازم ايه؟ لازم كان في فورس بتاكت على ايه؟ على الروك دي عشان تتحرك، صح؟ طيب والفورس والروك كده موجوده اون ذا جراوند، اوكي زي ما احنا شايفينها كده اون ذا جراوند، في بينها ايه وبين ذا جراوند؟ يعني في ايه اللي بيأكت عليها وهي بتأكت على الجراوند بايه؟ gravity. فيري جود. انت احنا عارفين ان الروك ديت البيس اوف روك كده اوكي في ايه؟ ليها ويت. الويت ايه؟ داون وورد، صح؟ الويت بتاع الروك ايكوال ايه؟ مين يقدر يقول لي الويت اوف ذا روك ايكوال ايه؟ الماس mass تايمز times mass. جرافيتي، صح كده؟ يبقى اسمه ده اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ الويت فورس. طيب والروك اون ذا جراوند، لو الروك اون ذا جراوند زي ما احنا شايفين كده، بس ايه اللي بيأثر على الروك تاني؟ The contact force. الكونتاكت فورس اللي هي ايه؟ اللي هي زي ما احنا شايفينها كده عكس اتجاه الويت. يبقى انا عندي الويت داون وورد والكونتاكت فورس ايه؟ Upward. ابورد. دي اسمها ايه؟ كونتاكت فورس. يبقى انا عارف ان اي اوبجكت بيبقى ستيدي اون ذا تيبل اون ذا جراوند بيأكت اون ذا جراوند او اون ذا تيبل باي اتس ويت، تمام؟ وفي نفس الوقت السيرفيس بتاع البليت الاوبي بتاعي موجود عليه، سواء كان ديسك سواء كان جراوند سواء كان فلور، بيأكت على الروك بايه؟ بكونتاكت فورس ان ذا اوبوزيت دايركشن. معايا يا علي؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب احنا عارفين ان الجرافيتي بتأكت on all objects on the earth towards what؟ For the center of the earth. Very good, very good. مين قال center of the earth؟ What؟ مين قال center of the earth؟ Me. Very good يا محمود. Very good. طيب لو حد رفع ايده، لامار، ادم، محمود، نزلوا ايديكم بليز عشان لو في حد عايز يرفع ايده اقدر اخد بالي منه. Okay, thank you. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الروك بتأكت on the ground by its weight او on the surface by its weight، وفي نفس الوقت the surface or the weight بي react يعني بي react يعني بيرد على ال rock of the object in the opposite direction بحاجه اسمها ايه؟ contact force. تمام تمام. وقلنا ان all the objects on the surface of the earth is attracted or pulled, right? The gravity force is pulling force, okay, pulled towards the center of the earth. اوكي 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 تمام. يبقى قلنا الفورس هو الويت اوف ذا ايه؟ اوف ذا اوبجكت، which is equal to what؟ equal to mass of the object times gravity. اوكي واليونت ايه بتاعت الفورس؟ نيوتن. very good. نيوتن. نيوتن. excellent. طيب the object is not moving toward the center of the earth because ايه؟ the ground is pushing up the object. زي ما قلنا بالاول ان في حاجه اسمها contact force بيرياكت على الايه؟ الروك in the opposite direction of its weight. يعني الويت لو داون وورد يبقى الرياكت الرياكشن فورس اور كونتاكت فورس in the opposite direction. معايا يا علي؟ فاهم يا علي معايا؟ اوكي. حسام، ادم، جنى، بليز يا جماعه رياكت وذ مي. اوكي لو حد عنده اي سؤال بليز ريز يور هاند اند اي ويل ستوب تو ليسن تو هير يو. اوكي تمام. لسه ينفع تعيد تاني؟ حاضر. عيد ايه بالظبط؟ مين بيقول عيد؟ اخر حته شرحتها. اخر حته؟ طيب انا هي مش بالحته بس اوكي قول لي انت. هنيجي نقول مثلا اخر حاجه انا قلتها، قلت ان انا عندي روك، الروك دي اون ذا جراوند، اوكي زي ما احنا شايفين كده بالظبط، الروك دي از اكتنج اون ذا جراوند داون ووردز ديو تو ذا جرافيتي فورس، اوكي وفي نفس الوقت ذا جراوند او السيرفيس او الديسك اللي الحاجه دي موجوده عليه ليها رياكشن فورس، رياكشن فورس ان ذا اوبس دايركشن which is called what؟ كونتاكت فورس. يعني انا لو عندي فور اكزامبل بوكس كده، البوكس ده موجود على ديسك، اوكي معايا؟ البوكس ده ليه ايه؟ ليه ويت. الويت ده بيأثر ازاي؟ تجاهه هيبقى عامل ازاي؟ داونورد، صح كده؟ طيب
في نفس الوقت السيرفيس ده اسمه سيرفيس. السيرفيس ده بيأكت على الاوبجكت ازاي؟ ان ذا اوبجكت دايركشن، صح كده؟ يبقى في تو فورسز على الاوبجكت، في بولينج فورس داون وورد وفي بوشينج فورس اب وورد. طب الريزلت ايه اللي بيحصل بقى للاوبجكت دوت؟ ايه اللي بيحصل؟ ان الاوبجكت ستدي، واقف في مكانه، صح كده؟ انا لو عندي، انا عندي الموبايل كده بتاعي، الموبايل ده موجود على الايد، على ايدي، الموبايل ليه ويت، صح كده؟ شايفني؟ طيب الويت بتاع الموبايل فين؟ داون وورد. في نفس الوقت ايدي اوكي. ثانيه واحده، شكرا يا محمود حبيبي. الكاميرا بعدها طافيه. طيب كده كده اعتقد الكاميرا ممكن تكون اشتغلت معاكم. اوكي تمام. اوكي طيب شكرا يا محمود. طيب هنقول تاني، انا عندي الموبايل بتاعي اهو، الموبايل ده موجود على ايدي، في ايه؟ في ويت بتاع الموبايل داون وورد. اوكي بيأك داون وورد، في نفس الوقت ايدي از بوشينج ذا موبايل ابورد، يبقى في حاجه اسمها ايه؟ اسمها كونتاكت فورس ابورد. اوكي؟ يعني الفورس اللي ابورد دي اسمها كونتاكت فورس؟ كونتاكت فورس، ايوه بالظبط. اوكي فيري جود. اوكي. بعد السكرين، بعد السكرين. طيب حد عنده، حد عنده سؤال تاني؟ يس مي اي جوت السكرين. طيب ممكن، طب ممكن بليز يا جماعه لو حد بيتكلم في نويز جنبه نعمل ميوت عشان بس ما نعملش ديستربنس. طيب يبقى في حاجه اسمها بالانس فورس. بالانس فورس يعني ايه؟ ايكوال ان ماجنيتيود ان اوبزيت ان دايركشن. يعني ايه؟ لو جينا قلنا ان الويت، الويت هنا الويت اوف ذا روك از ايكوال تو، ايكوال تو ايه؟ كونتاكت فورس. طب ايه اللي بيحصل لما الويت دي، الويت فورس equal to contact force، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ايه؟ تبقى balanced. يعني ايه balanced force؟ يعني الروك دي بتفضل steady in its state. اوكي اتفضل يا محمود. Like the question is if someone is skydiving. Someone is skydiving. لا خلينا شويه skydiving، خلينا شويه. اوكي انا، انا هاجي النقطه دي دلوقتي، مش دلوقتي. اوكي بس خلينا step by step. لا لا، هتيجي يا محمود هشرحها مش دلوقتي، بليز هشرحها يا محمود بليز، ريسبكت اذرز. قلت لك هشرحها لسه مالهاش وقتها. اوكي شكرا. انا مش هقول ده. طيب اتفضل، عايز تقول ايه يا محمود؟ عايز تقول ايه؟ اف لايك اف ذا جاي از جوينج داون، the gravity and the contact force of the thing. So will the gravity like push him really down? أيوة حبيبي. في في. Because I saw a video before if someone was skydiving without a parachute. He was. محمود. You are taking too much time. محمود. ممكن تكلمني بعد الحصة في الليسون دوت؟ You are out of the lesson now. ممكن تكلمي بعد الحصة ونتكلم مع بعض فيها. اوكي ماشي. اوكي طيب نرجع تاني. لو انا عندي روك كده on the ground، اوكي وفي wind force، wind force ايه؟ is pushing the rock in this direction زي ما احنا شايفين كده. اوكي ايه اللي هيحصل to the ground between the rock and the ground؟ يعني انا لو عندي، انا عندي كده، انا عندي ground اهو، ليك معايا ادم انت وعلي، انا عندي جراوند اهو وادي الروك اهي. اوكي لو في ويند بيمشي ان ذيس دايركشن ايه اللي هيحصل للروك؟ ويل موف ان ذيس دايركشن، صح؟ طب ايه اللي هيحصل بين الروك اند ذا جراوند؟ ايه اللي هيبقى في بين الروك ذا جراوند؟ هيبقى في حاجه اسمها فريكشن فورس، والفريكشن فورس احنا عرفنا تبقى ايه؟ ان ذا اوبوزيت دايركشن، صح؟ تمام. If the rock is affected by wind, it will move into the left hand side. Okay? But
there is a friction between what? Between the rock and the ground. So this is the friction. If the friction force is equal to the wind force, ايه اللي هيحصل للروك؟ الروك won't move. نعم؟ The rock won't move. The rock will not move. Very good. ليه the rock will not move؟ Because the friction is gonna be the opposite side of the wind. Exactly. So the rock won't be able to move. Exactly. لو احنا لو جينا خدنا example تاني، انا عندي اهو ممكن اشرح لكم بإكزامبل اكتر. لو انا عندي جراوند اهو اوكي، وعندي هنا بول اوكي، وفي موفمنت للبول ان ذيس دايركشن، خلاص هيبقى في ايه ان ذا اوبس دايركشن؟ في فريكشن فورس اوكي، يبقى انا عندي فريكشن تو ذا رايت هاند سايد، وهيبقى عندي movement in the left hand side. اتفضل يا احمد عايز تقول ايه؟ ايوه اتفضل. ما احنا بنقول الـ resistance هنا موجود very very good، بس يكاد يكون zero، very very small، الـ value بتاعته very small، it's almost zero، so we can neglect it. Okay؟ But the main forces is what? The wind force, the movement force to the left hand side. Okay؟ And the friction force. The right hand side. ليه؟ احنا دايما عارفين ان the friction force is always in the opposite direction of the movement. If the friction force is always in the opposite direction of the of the movement. ايوه محمود عايز تقول ايه؟ اوكي نو بروبلم. يبقى in this case ايه اللي هيحصل؟ هنقدر نقول ايه؟ The ball is in what? The ball is balanced. يعني ايه balanced يا جماعة؟ not gonna move neither left or right. Yes, the movement force to the left is a is equal to the friction force to the right. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم أي حاجة؟ yes. اوكي اوكي طب نكمل. لو حد عنده سؤال طيب هنيجي اكزامبل تاني. ايه الاكزامبل التاني؟ لو انا خدت الفورسز كده على روك زي ما احنا شايفين كده بالظبط، وحاولت اعمل حاجه اسمها فورس دايجرام. يعني ايه فورس دايجرام؟ فورس دايجرام دوت هو بالنسبه لنا عباره عن drawings للفورسز اللي بتاكت على الاوبجكت، all the forces اللي بتاكت على الاوبجكت. يعني ايه؟ فور اكزامبل انا عندي البيكتشر ديت، خدناها لو خدنا كوبي وجينا نعمل لها دراسه ستادينج هنا عشان نعرف الفورسز اللي عليها. معايا علي؟ اوكي. Excuse me. هو واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين كده ادي روك اهو. اوكي في عندي ايه؟ في فورس داون وورد تو الويت. طب الويت دي ديوتي ايه؟ ويت فورس ديوتي تو ذا جرافيتي داون وورد، صح؟ وفي موفمنت تو ذا ليفت هاند سايد. لو انا عملت بوشنج للروك دي ذا لارج فيكل او اي فورس تو ذا ليفت هاند سايد، ايه اللي هيحصل تو رايت هاند سايد؟ هيبقى عندي فريكشن. صح كده؟ يبقى انا عندي الروك اهي وادي الجراوند بتاعي. اوكي عندي كام فورس عند الروك لو انا اثرت عليها بموفمنت تو ذا ليفت؟ اول فورس اهي تو ذا ليفت اللي هي ايه؟ اللي هي بوشنج فورس، صح؟ وما دام عملت بوشنج فورس تو ذا ليفت هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي فريكشن فورس تو ذا رايت. معايا؟ تمام. وما دام الاوبجكت دوت ليه ويت يبقى فيه ايه؟ يبقى الويت بيأكت ايه؟ داون وورد ديو تو ذا جرافيتي، صح اهو؟
صح؟ وما دام هو بيويت داون وورد يبقى في ايه؟ في كونتاكت فورس اب وورد اللي احنا لسه قايلينها من شويه. صح ولا غلط؟ صح. يبقى عندي كم تايب فورس؟ فور تايب. اول تايب بوشنج فورس صح؟ اول تايب بوشنج فورس اهو بوشنج فورس، وبعدين الفريكشن فورس دي ذا بوشنج، وبعدين الويت داون وورد، وبعدين الكونتاكت فورس اب وورد. مفهومه ولا مش مفهومه؟ مفهومه. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه اللي انا رسمته دوت من شويه؟ اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه الفورس دايجرام. لازم يا جماعه نفهمه قوي، نفهم جدا جدا يعني ايه فورس دايجرام. What is the function of the force diagram؟ ايوه يا حسام اتفضل. انا عايز بس افهم اليوز بتاعت الكونتراكت فورس. اليوسج بتاعت الكونتراكت فورس؟ بص بص، هو ما دام الاوبجكت موجود على ذا جراوند يبقى ذا جراوند از اكتنج اون ذا اوبجكت، صح؟ يعني ايه اكتنج اون ذا اوبجكت؟ يعني از هولدنج ذا اوبجكت اب، صح؟ يبقى ال resultant force اللي بتحدث نتيجة ان الاوبجكت موجود on the ground is called contact force. فهمت؟ يعني الكونتاكت ال resultant force اللي موجودة on the ground وبتأكت على الاوبجكت بتبقى اسمها ايه؟ contact force. تمام؟ طب الفورس اللي هي بتأكت على ground downward اسمها ايه؟ الويت. طب الويت due to ايه؟ ها؟ فيري جود. يبقى خلي بالك، خلي بالنا، خلي بالنا الفورس اللي بتاكت على ديو تو ذا فورس ذا جرافيتي فورس ذا ويت ديو تو وات؟ ذا ويت از ديو تو جرافيتي. ذا ويت فورس از ديو تو وات؟ ديو تو جرافيتي. هفكركم بستيج 7. لو قلنا ان انت الماس بتاعك 5 كيلو جرام، اوكي، يبقى الويت بتاعك اون ايرث ايكوال وات؟ 50. فيري جود. طب الويت بتاعك اون ان ذا سبيس ايكوال وات؟ يو ويل نو 50 نو يو ويل هاف نو ويت ان ذا سبيس بيكوز ذير از نو جرافيتي. جرافيتي ان ايرث ايكوال وات؟ جرافيتي ان ايرث ايكوال وات؟ 10. جرافيتي اون ايرث 9.10. لا جرافيتي اون ايرث ايكوال 10. 5.8. لو اتس ريتن ان كامبريدج بوك باي 10 ان ستيج 7 اتس ريتن از 10. اوكي طيب جرافيتي ان سبيس ايكوال وات؟ 10. جرافيتي ان سبيس ايكوال 0. فيري جود، ايكوال تو 0. اوكي طيب لو جينا قلنا الماس اوف ا بوي equal to 75 kilogram. طب الويت of this boy on earth equal what? Nothing. On earth equal 75 times 10 equal 750 newton. صح ولا غلط؟ متابعين معايا ولا مركزين معايا؟ طيب الويت of the same boy the weight of this same boy this same boy in space زيرو. فكر شوية. 75 كيلو جرام. I am saying the weight. I didn't say the mass. The mass is stable. The mass is stable. It's constant. زيرو. Very good. Equal to zero. The weight is equal to zero. Because there is no gravity. Zero newton. Okay? There is no gravity in space. معايا؟ اوكي. حد عنده سؤال؟ جود بوينت، جود بوينت يا لامار، جود بوينت يا محمود. اوكي يبقى عرفنا الفورس دايجرام يا جماعه، عرفنا يعني ايه كونتاكت فورس، يعني ايه بوشنج فورس، يعني ايه فريكشن فورس، يعني ايه ويت. خلاص عرفنا الويت از ديو تو ذا جرافيتي. اوكي ماشي يا ادم؟ ماشي يا علي؟ حسام مركزين معايا يا جماعه؟ بليز ركزوا معايا. طيب عرفنا ان في حاجه اسمها بالانسنج فورس اور بالانسد، أو نقدر نقول إن any object is steady or in its place because it is balanced. اوكي؟ فاهمين الحتة ديت؟
اوكي نكمل. طب لو جينا قلنا حاجه زي اللي كان محمود بيقولها من شويه، حاجه اسمها باراشوتينج، لو جينا لو حد جه كان راكب طياره ونط من الطياره وفتح الباراشوت، ايه اللي هيحصل اول ما يفتح الباراشوت؟ resistance. Very good. Air resistance. Very good. يبقى في two kind of forces زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هيبقى في kind of force downward due to the gravity. Okay, downward. وهيبقى في air resistance by the parachute upward. صح كده؟ طب لو جينا قلنا زي ما احنا شايفين كده. أول حاجة when the parachute is first open the forces are unbalanced. يعني ايه unbalanced؟ يعني there is no the two forces not equal. Very good. يعني مش متوازنه، يعني الاير ريزيستنس فورس لو احنا خدنا بالنا شايف كده، شايفين هنا قد ايه الار از فيري ذا ار از بيج، كان سي ذس ار اير ريزيستنس ذا ار اف اير ريزيستنس از بيجر ذان ذا ويت، كان يو سي ات ذس كول ان ان ات فيرست ذا بولز ذا باراشوت ات بولز هيم اب اكزاكتلي. فيري جود يا علي، صح. طيب الثاني فيري جود، ثاني بيكتشر اللي بشوفها بلاقي ايه؟ بلاقي ان الويت almost equal to the air resistance. يبقى هنا ايه يا جماعه؟ هنا balanced. يبقى هنا اول واحده is unbalanced والثانيه balanced، ثاني واحده ايه؟ is balanced. balanced اوكي. then the object falls at a constant speed. يعني ايه constant speed؟ يعني تنزل واحده 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 at constant speed. طب لو حصل ان الويت هنا became bigger than air resistance، ايه اللي هيحصل؟ Very good. طب لو فضل ال air resistance is bigger than the weight, what will happen? You will fall down. لا 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 واحدة 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 يا محمود، واحدة واحدة. لا 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 يا محمود. لا أنا بقول تاني. If the air resistance became more than the weight, like this picture. Yes, if the forces became like this, ايه اللي هيحصل؟ He will be able to go down. Yes, he will keep flying. He will keep flying up. He won't get down ever. So a person to get down slowly at a constant speed, the air resistance shall be equal to the weight. Or we can say, أو نقدر نقول إيه؟ إن the two forces must be إيه؟ balanced. اوكي مين معايا؟ انا ضمان محمود ادم مركز معايا ادم؟ ماشي علي اوكي تمام. يبقى احنا فهمنا الفرق بين التو بيكتشرز ايه، عرفنا الفرق بين التو بيكتشرز، اول بيكتشر ايه اللي هيحصل، ايه اللي حصل فيها، تاني بيكتشر ايه اللي حصل فيها؟ More air resistant than weight. نعم؟ The first is unbalanced and it's gonna make the person slow down. تمام. The second person is balanced, it's gonna be in a constant speed. Okay, very good. حد عنده سؤال؟ حد عندي عايز يسأل؟ أي حد يا جماعة؟ I have many students. اللي عنده أي سؤال يرفع إيده. طيب في حاجة صعبة لحد دلوقتي؟ طيب اوكي نكمل. اوكي هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا، حاجة اسمها changing direction. يعني ايه changing direction؟ لو انا بلعب تنس اوكي و I'm going to push the ball with a racket، ايه اللي هيحصل؟ الكور ذا بول ويل يس ذا راكت ويل هيت ذا تنس بول فيري جود ان ا فيري ان ذا اوبوزيت دايركشن، زي ما احنا شايفين كده. هيحصل ايه؟ هيحصل تشينج ان دايركشن ان ذا بول، رايت اهو. يبقى انا لو حبيت ارسم الفورس دايجرام بتاع البول اند ذا راكت، اف اي نيد تو درو ذا فورس دايجرام اهو قدامي، الفورس دايجرام اهو. ايه الفورس دايجرام دوت اللي انا برسمه علشان اقدر اعمل بيه انالايزنج للفورسز اللي عندي؟ ايه الفورسز اللي عندي؟ الفورس اللي هي بتاكت على البول او على الاوبجكت اللي انا بتكلم عليه او اللي انا بعمله ستادينج. اوكي
حد واخد باله هنا انا عندي ده راكت تنس اوكي، وادي البول از بينج ايه از بينج هيت باي ذا راكت. طيب البول جاي هنا بايه؟ بفورس فروم ذا اذر بول صح؟ طيب علشان البول دي تمشي to go to the other direction fast الا ال what shall happen to the ball there should be a force يبقى نقدر نقول the heating force it should be there is like an opposite force to it so it can محمود انت you are getting you are correct but you are talking about another things but let's keep now concentrating in the ball and the racket okay. طيب لو يبقى احنا قلنا the heating force must be bigger than what the other the force from the ball yes the force of the ball very good. طب ايه اللي هيحصل لو الهيتنج فورس دي كانت اقل smaller than the ball won't be able to move in the other direction yes exactly so during playing tennis the racket shall hit the ball by a force which is greater than the force of the ball okay. حد اتلخبط؟ حد فاهم حاجه؟ طيب احنا شايفين كده ادي انا عندي البول اهي لو جينا نرسم فورس دايركشن ادي البول اهي بتاعتي جايه be force in this direction وبرسم the other force a bigger arrow شايفين؟ اوكي؟ okay. يعني I must clarify that this arrow is bigger than this arrow اوكي؟ okay. if both the arrows are equal it will not move right it will not move yes yes and اوكي يبقى انا لازم ارسم وانا برسم الفورس دايجرام بتاعي ابين السايز اوف ذا ارو اوكي سو ذا ارو ار ايكوال ات ويل جاست ستاي ان بليس لايك ويل جاست فول داون يس يس ان باي ذس واي وي ار نوت جوينج تو بلاي تنس اوكي بس ذس كود وات ذس كود اوف ا فورس دايجرام اوكي اوكي يبقى انا فهمنا الفورس دايجرام بيعمل ايه وعرفت ازاي بقدر ارسم فورس دايجرام وزي اقدر من خلال الفورس دايجرام اعبر عن الماجنتيود يعني ايه ماجنتيود الفاليو اوكي يعني فور اكزامبل ممكن وي كان سي ذات ذا هيتنج فورس هيتنج فورس از ايكوال كام ان اكزامبل 75 بس 75 ايه اليونت نيوتن very good and the force of the ball ممكن تبقى equal كام 55 okay any رقم less than 75 can be 55 or 40 or 60 or anything or even 70 newton okay okay anything higher than 50 very good anything less than 75 anything what less than what 75 اوكي طيب انا بحاول برضو ايه ان انا اخلي الموضوع فيري ايزي بالنسبه لنا عشان ما نتلخبطش كتير. طيب ده زي ما احنا شايفين كده اسمه ايه؟ اسمه الفورس دايجرام بالنسبه لي زي ما احنا شرحتها. طبعا البيبر دي كلها هتاخدوها طبعا فور يور ايه؟ فور يور ريفيو تمام؟ طيب the force of the gravity on the, in the plant is always constant. اوكي when an object moves in a circle its direction is always changing يعني ايه بقى الكلمه دي احنا كده هنيجي نتكلم على حاجه اسمها moving in orbit اخدناها برضو في grade 7 يعني ايه object moving in orbit يعني moving like the earth around the sun very good very good excellent لو جينا قلنا example the earth is revolving around the sun اوكي سؤال from grade 7 يا جماعه وكلنا هنجاوب ان شاء الله what makes the earth rotate around the sun in a constant orbit hmm. the attractive force of the sun gravitational force okay let's use the yes let's sun. use the correct words gravitational force from the sun which act on the earth or on the planet okay this gravitational force keeps the planet revolving in the same orbit by a constant what constant a constant
constant speed. بالظبط. Excellent, excellent يا جماعة, excellent, very good. طيب زي ما احنا شايفين كده, انا عندي هنا ايه, عندي a girl is spinning the ايه, spinning the a ball around her in a circle. اوكي, وعرفنا ال force which act. ممكن ناخد ال picture ديت حتة كبيرة علشان نعمل explanation ليها افضل. زي ما احنا شايفين كده في ايه, في عندي centripetal force in the what, in this direction, صح؟ يبقى the girl is revolving, is rotating the ball around her in a circle, and there is what, في force in this direction, صح؟ في force in this direction, the force in the direction which acts towards the girl is called what, called centripetal force. And the force is in this direction is called what? Rotating force or revolving force. Okay? Okay. 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 في very important notes يا جماعة لازم نخلي بالنا منها ونبقى فاهمينها كويس جدا. أول حاجة, the force of gravity or weight is always acting on the body. يعني ال weight of the body as long as you are on the earth is always acting on what? On the body. Okay, طيب the force of an object is the same size but in opposite direction. زي ما احنا عارفين the contact force and the weight force. صح؟ The body will not move if there is no force acting on it. يعني ايه؟ يعني any body will be at rest as long as no force acting on it. ادي هو ball will be at rest as long as what, there is no other force act on it. تمام؟ وعارفين will ball on the ground في عندي ويت داونورد, في ايه ابورد, في ايه ابورد, كونتاكت فورس ابورد. اوكي اوكي, if the force acting on the body is not equal then the motion of the object will change. زي ما خدنا فوق قلنا لو if there is a huge substance acting on the ball it will move in this in the direction. اوكي, حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب حد حابب عنده يسالني في حاجه هو مش عارفها من السنه اللي فاتت او من جريد 7؟ طيب انا بشوفكم كلكم. عندي سؤال, انه متى الحصه الجايه هتكون؟ ان شاء الله هخليها نفس الميعاد ان شاء الله علشان كلنا نستفيد باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله, اتمنى هبعت لكم هوم ورك ان شاء الله, اتمنى كلكم تحلوه باذن الله. الله يعطيك العافيه. الله يخليك, شكرا, شكرا جزيلا, السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. باي.